النجمة الشابة هاجر أحمد خطفت الأنظار قبل فترة بإطلالتها الأنيقة خلال حفل زفافها. تعرفوا معنا على سعر إطلالتها. احتل اسم هاجر أحمد قبل أشهر قليلة مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها الأسطوري وارتدائها فستان زفاف بطابع ملكي خطف الأنظار. اتساءل الكثير حول سعر فستان زفاف النجمة الشابة اللي حمل توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد وصنع من الستان، واللي تميز بقصته الملكية وبقصة أوف شولدر على الكتفين بالإضافة لفتحة عند الجزء الأسفل منه، وهو اللي بنشوفه نادراً في الأعراس إضافة للطرحة المطرزة. أما السعر فإن أسعار فساتين زهير مراد للزفاف تبدأ من 15,000 دولار، أي ما يعادل 236,000 جنيه، وحسب المعلومات المتداولة بتبلغ قيمة الفستان 14,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 219,000 جنيه مصري. وكانت هاجر أحمد احتفلت بزفافها لرجل الأعمال أحمد الحداد بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك بحضور نجوم الفن ومنهم تامر حسني وسامو زين وأحمد جمال ومحمد نور. وهاجر أحمد ممثلة مصرية من مواليد 28 من فبراير عام 1994 وبتبلغ من العمر 27 سنة. درست في بداية حياتها علم النفس واتجهت بعدها للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية نظراً لحبها الكبير في التمثيل. خلال دراستها قدمت العديد من المسرحيات وجاء أول أدوارها مبكراً وهي في 20 من عمرها في مسلسل تلفزيوني. حصلت على لقب ملكة جمال الكوكب للسياحة والبيئة ميس إيكو إيجيبت، وبدت أولى بطولاتها مع الفنان محمد إيمان في مسلسل هوغان.